مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا. وفي هذه الاثناء يشيع جثمان المناضل الاتحادي وعضو المجلس الاعلى للسلطه القضائيه محمد الحلوي الذي وافته المنيه يوم امس السبت، واليوم هنا بمدينه الدار البيضاء يشيع جثمانه وعدد من المناضلين ورفاق الدرب. ومحمد صديق مقرب للراحل عبد الرحمن اليوسفي، وكان في الجانب ديالو جميع النضالات ديالهم الفكرية، رحم الله الفقيد. وحنا في هذا الأثناء يعني كانت تواجدوا بالمقبرة حيث يشيع جثمان المناضل الكبير الحلوي. ونذكر أن الأستاذ الراحل محمد الحلوي كان عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين من جلالة الملك محمد السادس. ومحمد الحلوي كان محامي كذلك، بحيث ابتعد شيئا ما عن السياسة وتفرغ للمهنة ديالو، وكانت كتربطوا علاقة قوية برفيق الدرب عبد الرحمن اليوسفي اللي كذلك رحل إلى متواه الأخير. يعني ما كتفصلهمش بزاف المدة على رحيل اليوسفي ومن بعد محمد الحلوي، رحم الله الجميع. إذن رحم الله الفقيد. نذكر أن وزير العدل يحضر شيع جنازة محمد الحلوي. محمد الحلوي رغم ان الاسم ديالو ما كيتذكرش بزاف، لكنه كبير في العطاءات ديالو، كبير في النضال ديالو، يعني متشبت بالافكار ديالو. يعني وطيلة مرض الراحل عبد الرحمن اليوسفي كان محمد الحلوي دائما إلى جانبه بالمستشفى، رغم أنه كان يعاني كذلك من وعكة صحية، لكن بقى دائما في الجانب دياله.
شعركم مستورة ماذا شعركم؟ الشعر ما يكونش إذن هنا مقبرة بالدار البيضاء حيث سيوارى جثمانه الثرى الراحل محمد الحلبي رحمه الله. توفي يوم أمس السبت وهو اليوم يعني كنشوفوا مراسيم دفن المناضل الكبير محمد الحلبي. يعني محمد الحلوي رحلة كبيرة في النضال لكن كان بعيد عن الأضواء. أحمد في تعليقه إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له يا رب العالمين، اللهم آمين. وشكرا لجميع المتتبعين وشكرا على التعليقات اللي كلها فيها أدعية بالرحمة والمغفرة للراحل محمد الحلبي. ونذكر أن الراحل هو عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحامي بهيئة الدار البيضاء. Thank you.
محمد إن لله وإنا إليه راجعون. حدثنا يعني من داخل المقبرة حيث سيوارى جثمان الفقيد. طويل من العطاء والنضال ونكران الذات والإيمان بقضايا إنسانية في الغالب. هكذا كان محمد الحلوي. رحلة نضال طويلة لمحمد الحلوي. هنا في هذا المكان سيوارى جثمانه الثرى. نقرب قليلا الصورة. تغمده الله بواسع رحمته. ادريس قلالب هذا قلالب عندكم اكل دافقين. فاطمة الزهراء كتقول إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه واغفر له يا رب العالمين يا رب. أخت فاطمة الزهراء نذكر أن محمد الحلوي تم تعيينه من طرف جلالة وكان يمارس مهنة المحاماة بهيئة الدار البيضاء.
ونذكر أن وزير العدل حضر مراسم دفن الفقيد. وجثمان الفقيد هنا في دار البقاء. إذن رحل عنا الفقيد محمد الحلوي لدار البقاء، تغمده الله بواسع رحمته، ووري جثمانه الثرى في هذه الأثناء بمقبرة بالدار البيضاء. اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان يا رب. واحد هيا ليك هيا ليك هيا ليك هيا ليك هيا فعل دخل فعل دخل فعل دخل يعني عمره دخل خويا بالله يا رب خذها له مبلغ. شوف
دير هادوك الصغار تما دير الصغار فوق لا دير عرض هاكا لا 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 هاكا دير الاخرى على الرجلين هادي غادي نسدو عليه بالعرض ها هي هي دير هاجي هنا دور معايا دور معايا